يهدف مركز طب النوم لإقامة حدث توعوي تثقيفي عن اضطرابات النوم مزامن مع يوم النوم العالمي الخميس 12 مارس. هنتعرف على النوم وأدابه والحكم منها، كيف يتم تشخيص الاضطراب، أنواع الاضطرابات وعلاجه. عندنا في المجتمع إذا ما كنتوا تعرفوا 37% يعاني من الحرمان المزمن لعدد ساعات النوم المطلوبة بسبب الأرق المزمن أو اضطراب الساعة البيولوجية. 6 إلى 8% يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم. يوم الخميس 12 مارس يوم النوم العالمي، تعالوا نتثقف، نعرف النوم إيش هو، إيش اضطراباته، وإيش تشخيصه، وفين مراكز علاجه. لا تنسوا، صباح الخير.